انكم تكونوا بخير عليكم. فيديو اليوم عباره عن اول فلوج على القناه، لذلك قررت انني نديرو مميز نوعا ما. فديتكم معايا الحفل الخاص وبغيت نشارك معكم بعض المقتطفات منه، خصوصا انه حفل مؤطر وفيه مفاجات، فبغيت نعرفكم على المجموعه اللي نظمت هذا الحفل. فبالنسبه للفيديو أطلق واحد الشريط في اسفل الفيديو درتو على حساب خصوصيه الاطفال اللي كاينين في الحفل، ودابا غادي نخليكم باش تشوفوا المقتطفات من هذا الحفل ونرجع لكم بعد باش نعطيكم معلومات الخاصه بالمجموعه.
المجموعة فهي متواجدة بمدينة وجدة، الاسم ديالها كلوب أونفون دي موند، نادي أطفال العالم. فبالنسبة للمقاطع الأخرى حيدتها لحقاش بالنسبة للأطفال كيبانوا فيها أكثر من هذا المقطع، هذا لغيتها وخليت غير المقطع نتاع لعب الخفة. فيهاش غير لعب الخفة بل هي مجموعة متكاملة من مقدم، بهلوان، كاميرامان والعديد. بالنسبة للمعلومات رقم الهاتف الفيسبوك والإيميل ديالهم غتلقاو كل شيء في صندوق الوصف. هذا الفيديو ماشي دعاية أو لا إعلان، فقط بغيت نشارك معاكم هذه المجموعة لأنه شخصيا عجبتني بزاف وما عمرني شفت مجموعة بحال هكا في وجدة. كنتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتضغطوا على زر الإعجاب إلى عجبتكم الفيديو. نتلقاو فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.